في برج خليفة الشهير في مدينة دبي الإماراتية، وهو أحد أعلى الأبراج في العالم لاشتماله على 160 طبقة، يفطر الصائمون ويمسكون عن الطعام وفق ثلاثة مواقيت مختلفة بحسب الطبقات التي يقيمون فيها. وفي التفاصيل، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي طالبت سكان الأبراج المرتفعة بتأخير الإفطار دقيقتين أو ثلاثا بعد الأذان، وذلك تبعا للارتفاع عن الأرض. ويفسر كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في الدائرة أحمد عبد العزيز الحداد الموضوع بأن هناك فرقا في التوقيت بين سكان الطبقات البالغة الارتفاع والطبقات القريبة من الأرض، ما يغير مواقيت الصلاة لكون سكان الطبقات الشاهقة تغرب عليهم الشمس متأخرة عن غروبها لدى سكان الطبقات المنخفضة، في حين أنهم أول من يستقبل الفجر وشروق الشمس. فسكان الأبنية في الطبقات التي يزيد ارتفاعها على 150 يحل عليهم موعد أذان صلاتي المغرب والعشاء متأخراً بثلاث دقائق، أي عند 7:17 بتوقيت دبي، فيما يحين أذان صلاة الفجر عليهم مبكراً بثلاث دقائق. أما سكان الطبقات التي تتراوح من 80 إلى 150 فمطالبون بالإفطار بعد دقيقتين من موعد أذان صلاة المغرب، أي عند 7:16 بتوقيت دبي، وتحين صلاة العشاء عندهم بعد دقيقتين أيضا من أذان المساجد، في حين يحين موعد أذان الفجر مبكرا بدقيقتين. أما سكان الطبقات ما دون 80 فيفطرون وفق موعد أذان المغرب في المساجد، أي عند 7:14 بتوقيت دبي.